السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة احنا سمعنا كتير عن قايم اسمه قايم التهوية او قايم النفس، بس ما كناش عارفين يعني ايه قايم التهوية ويعني ايه قايم النفس. قايم التهوية او قايم النفس بيبقى طالع بعد الخط التقيل الاربع بوصة اللي داخل للشقق، تمام؟ الخط ده اللي هو التهوية او النفس على الشغل بتاع القديم زي ما حضراتكم شايفين في الظهر دلوقتي، كان بياخد الحيطة دي كانت بتتبنى 20 سنتي، فكان بعد الكوع اللي داخل للمنيجة جوه اللي بيتحط مشترك 4 على 2، 4 يودي للقعدة واتنين ياخد للقايم بتاع التهوية او قايم النفس. كان دوت بالنسبة لك بيبقى مشترك مع بعضيه جوه الحيطة، فما كانش حد بيبقى شايفه. المهم هو ده يا جماعة القايم اسمه قايم التهوية او قايم النفس، قايم التهوية او قايم النفس ده علشان ياخد الريحة ويبقى ويريح القايم، وده كان شغل محترم جدا، ده شغل على قديمه، والمفروض ان هو يكون برضه موجود معانا في الشغل الجديد، تمام؟ ده كده اسمه ايه؟ قايم التهوية او قايم النفس، برضه متجمع معانا في كل الادوار وطالع لحد السطح. شكرا، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، شكرا.